السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي من قلب برنامج الانفر ووركس عايز اضيف من قلب الانفيرومنت اضيف جرادينج، فاجي هنا في الانفيرومنت وهقول له ان انا عايز اضيف جرادينج اريا، وبيديني طبعا الستايل اللي انا اشتغل عليه. مثلا عايز اختار دوت وابدأ اختار اهو، وممكن تكتب رقم ده هيبقى ثابت معاك مثلا. تمام، تقدر تختار خلاص المسافة ثابتة، خلاص تدوس دبل كليك وهو اوتوماتيك كل ما برسم حاجة بيبدأ يقول لي الاريا هتبقى قد ايه بالمتر المربع. تختار الستايل بقى من هنا، الرولز ستايل تقدر ان تتغير الشكل بتاعه، المانوال جريدنج تقدر برضو تختار ستايل، في مور ستايل تقدر يجيب لك قايمة تختار منها. مثلا هنختار الستون نقط بالشكل دوت، طيب انا عايز بقى اشوف احسب الفيل والقط للمنطقة اللي انا مختارها، فاجي هنا واقول له ان انا عايز اختار الاحصائيات بتاعت الحفر، واروح مختار حواليها بالشكل دوت واروح دبل كليك، هيبدأ يحسب لي فهيقول لي التوتال لينس قد ايه والتو دي اري قد ايه والفوليوم قط والفوليوم فيل والفوليوم نت، بيبدأ يحسب الاتنين مع بعض فيقول لي اذا كنت انا محتاج ان انا مثلا هجيب فيل من بره او كده، فيبدأ يجيب لي الاحصائيات اللي انا محتاجها. طبعا في اي لحظة ممكن اعمل سيلكت على الشكل دوت، فبيبدأ يديني إمكانية إن أنا أغير، وأقدر أغير الارتفاع من الشكل اللي فوق دوت، يعني خليني ألف كده من هنا بتحرك في الإكس والواي، ومن فوق ببدأ أتحكم في الزد، أول ما بدوس عليه بيبدأ يديني الزد بحيث إن أنا أقدر بالأرقام أغير أو إن أنا أسحب زي ما أنا عايز.